التعامل مع النوافذ كيف يمكن إخفاء واستعادة وغلق النافذة أولا الإخفاء ولإخفاء نافذة نقوم بالنقر على زر الإخفاء من My's Button وسوف تختفي النافذة من سطح المكتب وتظهر فقط كزر في شريط المهام. ثانيا الإظهار ولإظهار نافذة مخفية على سطح المكتب مرة ثانية نقوم بالنقر على الزر الخاص بها والموجود في شريط المهام وسوف تظهر النافذة كما كانت عليه قبل الإخفاء ثالثاً غلق النوافذ ولغلق أي نافذة لا نريدها في الوقت الحالي نقوم بالنقر على زر الإغلاق (Close Button)